للمزيد من الحديث مشاهدينا بينضم إلينا دكتور علاء علي، عضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني. مساء الخير يا دكتور علاء. مساء النور لحضرتك، اهلا وسهلا. تحياتنا اليك اولا، والسؤال بالطبع لحضرتك للساده المشاهدين، اهلا وسهلا. شكرا ليك. سؤالنا بالطبع حول مخرجات الحوار الوطني التي سيتم العمل عليها منفرده كمقترح لعمليه محاوله تفعيلها بشكل حقيقي على ارض الواقع والخروج بنتائج فعليه يشعر بها المواطن في حياته اليوميه. كيف ترى هذا الامر وكيف يمكن تنفيذ هذه الاستراتيجيه بشكل حقيقي على ارض الواقع؟ وعلى مدار العامين اللي فاتوا طبعا كان في الحوار الوطني اللي دعا ليه الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن كان مخرجات المرحله الاولى الحكومه خدت بيها ومناقشتها بجديه ومع الوزارات المعنيه والجهات التنفيذيه، والتي اسفرت عن ان يكون في لجنه تنسيقيه للمتابعه ولمتابعه التنفيذ. اللي كان النهارده الاجتماع مع معالي رئيس الوزراء مع الساده اعضاء اللجنه التنسيقيه اللي شكلت للمرحله دي. الجانب الاقتصادي اللي احب اتكلم فيه، كانت المخرجات في اكثر من اتجاه، ولكن اهم هذه الاتجاهات هي مجال التنميه في مجال الزراعه، في مجال الصناعه، في مجال السياحه، وعوده اموال المصريين بالخارج والتنظيف. الاربع مجالات دول لا ننسى ان تكون بينهما التنميه البشريه بالنسبه للمواطن المصري او العامل المصري، بحيث ان يكون هناك تنميه بشريه عشان استطيع اني اتخطى الازمات اللي احنا اشتغلنا عليها منذ يمكن من اقوى الازمات اللي مرت بينا، الازمه بتاعت سنه 22 حرب روسيا واوكرانيا، واللي ادت الى خروج الاموال الساخنه، واللي مرت مصر خلال هذه الفتره بازمه كبيره جدا في الفجوه الدولاريه وعجز الميزان التجاري. ويمكن الحمد لله رب العالمين الفتره الاخيره القرارات الاستثماريه اللي حصلت اللي ابتدت تظبط اداء الفجوه الدولاريه والاستثمارات اللي جات لنا من بره. يمكن كنا بنقول دايما احنا بننادي بالاستثمار من ايام ما كنا في الجامعه، يعني انا اتذكر من التسعينات احنا بنقول ان مصر محتاجه ان يكون هناك استثمار، واستثمار حقيقي. يمكن في التوقيتات اللي فاتت ما كانش فيه البنيه المحفزه او ما فيش حوافز لاستثمار حقيقيه تدعو لان المستثمر يجي، وفقا وازمات كان من ضمنها البنيه الهيكليه والبنيه التكنولوجيه والبنيه الاقتصاديه. الوضع دلوقتي اللي موجود في مصر وضع واعد جاذب للاستثمار في شتى المجالات، وبالتالي يجب ان نستغل هذه الفتره في جني هذا الثمار من خلال التركيز بقى على القيم المضافه اللي ممكن مصر تتميز بيها في المجال الزراعه الصناعه، وخصوصا بقى استغلال الرمال البيضاء والرمال السوداء والصناعات اللي ممكن نغزو بيها العالم، زي ان احنا يكون لينا شراكات مع الصين، ويمكن لسه شايفين الاتفاقيه اللي تمت مع الصين واتفاقيه الهيدروجين الاخضر. كل الحاجات دي في الاخر بتؤدي الى اننا ده في خطط يا دكتور علاء طويله المدى ولا قصيره المدى؟ قصيره وطويله، يعني ال 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 لما كنا بنتكلم عن تنميه الصناعه اتخذت قرارات لتشجيع الصناعه، تحفيز الاستثمار اتخذت قرارات لتحفيز الاستثمار واعلان الرخصه الذهبيه وفترات طويله واعفاءات ضريبيه، وبالنسبه لتشجيع المصدرين نفس الكلام. يمكن يكون هناك بعض المشاكل اللي عايزه حلول طويله الاجل زي ما حضرتك تفضلتي، زي دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، شموليه الموازنه وان احنا يكون عندي موازنه واحده لمصر كلها عشان نستطيع. وهل مخرجات الحوار الوطني يا دكتور علاء فيها دلالات على استراتيجيه ناجحه في هذا الاطار للمرحله القادمه لتطبيق ما سبق ذكره من سيادتك؟ طبعا في قوانين للاعفاءات الضريبيه حصلت، في تحفيز للاستثمار حصل، تهيئه البيئه الصناعيه، تنمية الموارد البشرية، تشجيع المصدرين، الاهتمام بمجال الزراعة والتصنيع الزراعي والتصدير الزراعي، كل الكلام ده بيحصل في أرض الواقع. لا تنسي سيدتي الفاضلة إن مصر مرت يعني بأوقات عصيبة، يعني لما نيجي ننظر بس لمصر في الأوقات الأخيرة أوقات عصيبة جدا تؤثر على اقتصاد بقوة، يعني التأثير الاقتصادي بتاعها قوي جدا. لا ننكر إن بعد حرب روسيا وأوكرانيا نجد مشاكل في ليبيا، في السودان، في غزه، في كل الدول المحيطه بينا، لا ننسى مشاكل اللاجئين.
يعني ما نقدرش ننسى كل المشاكل دي اللي بتؤثر. يمكن الناس دايما تقول طب يعني كل الاستثمارات وكل القرارات الاقتصاديه والبنيه التحتيه، احنا متى يشعر المواطن بان الاسعار رخصت؟ المواطن ما بيهموش في كل اللي احنا بنقوله ده، غير انه لما يروح يشتري السلع بتاعته يجد السلع متوفره ورخيصه. دي حقيقه. كلنا كده كنا في الفتره الاخيره واحنا بنتكلم عن الاصلاحات اللي طلبها صندوق النقد والتي ادت الى ان احنا نعمل تعويم للعمله او مرونه لسعر الصرف، وكنا بنقول انه لن يكون هناك اثر لتغيير سعر الصرف. يعني اصلا لما السعر في البنك بقى وصل ل 50 او من 45 ل 50 لم تتاثر الاسعار خارجيا، بل بالعكس في اسعار انخفضت، لان كان الدولار مقوم بال 70 جنيه فحصل له انخفاض. يمكن القرارات اللي خدتها الحكومه اخيرا من هو ده اللي احنا بنعمل ليه باشاره حضرتك للقرارات الاخيره للحكومه في محاوله خفض الاسعار من خلال كلام علي دوله رئيس الوزراء في الفتره الماضيه من 15 ل 20%. اعتقد هيكون ده دلاله واضحه على والفتره القادمه هيكون في نفس النسب كمان، يعني ده احنا بنتمناه جميعا بالتاكيد، انخفاض في النسب في المرحله القادمه بالتاكيد، لان انت بتجني ثمار هذه الاصلاحات. ده اللي احنا بنتمناه حتى يشعر المواطن بان فعلا الدوله تسير الى الامام وان مردود ده واضح عليه. انا بشكرك دكتور علاء علي عضو اللجنه الاقتصاديه بالحوار الوطني على ما قدمته من وجهه نظر ومعلوماته.